أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أرادت أمي أن تبيع جزءا من قطعة أرض تملكها. نعم. يقول أحسن الله عليكم: أرادت أمي أن تبيع جزءا من قطعة أرض تملكها لتعطي ثمنها إلى أخي الذي تسكن عنده ليشتري بها سيارة يعمل عليها، على أن تخصم هذه الحصة من حصته فيما بعد من إرثها، فهل يصح هذا العمل؟ لا، لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بعطية، ولا يقول أقسمها من ميراثه، ما يقول أقسمها من ميراثه، وش اللي يدريك أنك تبي تموت عن مال؟ يمكن تموت فقير ما عندك شيء، وتكون قد أعطيته فيما سبق، خصصته فيما سبق، هذا أمر لا يجوز. أما أنك تشتري سيارة تكون على ملكها وتعطيها ولدها يستخدمها للحاجة وهي على ملكها، هذا لا شيء فيه، هي ملكها ما أعطتها هي، لكن يستخدمها لحاجة البيت وحاجة أمه، لا بأس بذلك. نعم.